مثل الدكتور اللي بيروح يسوي عملية وشهادته مزورة مثلا أو ضعيفة، إيش بيصير في المريض؟ يعني هذه العلوم تدمر النفس بدل لا تعالجها بسبب أداء المدرب. هم ما دارين أن هذا خوف أصلا في داخلهم، ما عندهم جرأة أن هم يعيشوا حياة ثانية. صار مفهوم مغلوط أن الدنيا وردية، وأن افرح حتى لو حزين اضحك غصبا عنك. خذوا أحداث الماضي دروس للمستقبل، وركزوا في لحظتكم الراهنة عشان تصنعوا مستقبل جميل ورائع. يعني حقيقة إذا نقيس مستوى سعادة شخص بالصور اللي نشوفها فهذا تفكير مغلوط جدا. يعني هذا شيء يعني اللي جالس يصير نوع من التخدير للعقول، علشان يصير يعني صار كثير أشكال نسخ من بعضها صناعية، يعني فتصير مقاييس الجمال مدروسة ولازم كلنا نتشابه ولازم نفس الملامح. يعني هذا شيء في خلل، أنه جالس يوظف الفلاتر بحيث أنه لازم العيون تكون كثيرة، الذقن منحوت. لا لا، بيني وبينك هذه نعمة. كرك حوار مشترك بين الشبل والهناء، يركز معنا واستفيد يا الحبيب. تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد. بودكاست 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 لا 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 بودكاست 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 لا 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 بودكاست. السلام عليكم، حلقة جديدة من بودكاست جلسة كرك، وهذه بالنسبة لنا إن شاء الله بتكون من الحلقات الجدا مميزة وجدا مثرية، لأنه الضيفة ما شاء الله يعني عندها إنجازات جدا جميلة، وفي نفس الوقت هذه من المواضيع اللي أنا شخصيا يعني جدا أتحمس لها، هي مواضيع التدريب والتحفيز. وضيفتنا اليوم هي الأستاذة ميمونة الوهيبي. يا أهلا. أهلا وسهلا، تشرفت بضيافتكم. الشرف لنا، الله يخليك. ميمونة الوهيبي هي نائبة رئيس اللجنة الوطنية للشباب، مدربة ومؤلفة في التحفيز وجودة الحياة. مصطلح جودة الحياة أنا كنت كاتبنه بس مخلينا آخر محور، بس نوعا ما شدني، فزين لو نوضح وش معنى اللي هي جودة الحياة. طبعا جودة الحياة أحيانا من ناحية حكومية وعالمية تتخذ، ولكن أنا المقصد من هنا في الجانب النفسي فقط. فجودة الحياة المقصد منها من الجانب النفسي هو جودة، هو أسلوب الحياة من الناحية النفسية والاجتماعية والصحية أو الجسدية والاجتماعية. جميل 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 جدا. أدرى أنا ذكرت أعتقد الاجتماعية مرتين، بس هي الروحية أيضا. آه أوكي، حلو 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 حلو. إذن بنبدأ بمحور التدريب. هذا يعني من الأشياء اللي نقدر نقول إن في الآونة الأخيرة خصوصا هنا معنا في السلطنة صارت، ما أريد أقول إنها موضة، لكن نوعا ما أن كل حد صار نوعا ما مدرب. فبالإضافة إلى أن انتشرت اللي هي الأكاديميات والمؤسسات اللي تعطي شهادات بالمجان، مثلا أحضر دورة وتحصل 50 شهادة. فنحن نريد نوضح اللي هو في البداية ويش الشيء اللي يخلي الشخص يتوجه لأنه يكون مدرب ومتدرب. طبعا الموضوع ذي شقين مثل ما ذكرت، متدرب ومدرب. المتدرب في الأغلب يكون عنده إما يكون هدف أنه يصبح مدرب، بالتالي هذا باب جيد له أنه يمارس حضور عدة دورات وينتقي ويتعلم من أساليب المحاضرين وينتقي الجيد منها علشان يقتدي منهم ويكون مثلهم بإذن الله يوم الأيام، وهذا الشيء يعني جميل. بالعكس الشق الثاني أحيانا معاناة النفس الداخلية. في أشخاص كثيرين يعانوا داخليا، قد تكون مواقف مرت بطفولتهم وكبروا وهم ما يفهموا إيش فيهم، فيعانوا من مشاعر سلبية دائما، إحباط، كآبة. مجرد ما يفهم الإنسان نفسه ويبدأ يتصالح مع ذاته، يتعلم هذه المهارات والفنون، راح يحصل تغيير هائل في حياته. بالتالي ممكن حتى هو يدمن هذا العلم من ناحية القراءة وحضور هذه البرامج التدريبية اللي شخصيا أنا حتى انتفعت منها كثير. يعني أوكي، البداية كانت في عن طريق البرامج أو عن طريق الكتب؟ يعني أول شيء كان عن طريق برنامج برنامج جدا جميل. كنت أذكر أيامها أدرس في الجامعة، يعني عمري يمكن 17-18 سنة، فهذا كان يعني مثل ما يقولوا نقطة تحول جذرية في حياتي وفي طريقة تفكيري. من بعد ما حضرت البرنامج المختص هذا في التنمية الذاتية، خصوصا الحمد لله حالفني الحظ أنه كان المدرب يعني مؤهل وكفؤ ما شاء الله عليه، يعني فتأثرت كثير. بعدها صرت يعني كثير تخصصية في هذا المجال من ناحية قراءة الكتب وحضور المزيد من هذه المحاضرات. في نقطة اللي هي شدتني، أن الشخص يكون يعاني مثلا من اكتئاب أو حالة نفسية أو وسواس أو اللي يكون من الأمراض اللي نوعا ما نفسية، فيتجه اللي هو لباب التدريب. هل هو هذا نقدر نقول السبب الأكثر شيوعا، ولا الصدفة لها دور؟ هو أكيد كل شيء له سبب. نعم الصدفة موجودة، ولكن إذا كان الشخص ما مستعد ما كان يلامس هذه الصدفة الرائعة. أوكي. فأنا
احيانا استعداد الشخص هو اللي يجذب للاحداث يعني. انزين في بالنسبه لي يعني هو تصنيف شخصي المدرب اصنف من نوعين، المدرب اللي ينقل تجربه والمدرب اللي يعكس تجربه. يعني بالنسبه لي المدرب اللي يعكس تجربه هو الشخص اللي فعلا بيلهمك، لانه هو مثلا عاش قصدك يعني يتكلم عن نفسه يعني مثلا جاي يتكلم اليوم عن كيف ممكن تتخلص عن الفشل، بس هو يعرض تجربته الشخصيه. بالعكس ايوه جدا مؤثر. لكن الاحظ ان انا حضرت دورات كثيره، المدربين غالبا اقول لك قال فلان سوى فلان عمل فلان، ف كيف ممكن نحن نقيم هالنوعين؟ هو ما نقدر يعني نفضل شيء عن الآخر. أنا حتى في الأسلوب القرآن الكريم كان أسلوب قصصي، أنا قص عليك أحسن القصص، القصة دائما مؤثرة، وكثر ما هي كانت صادقة ومن أرض الواقع كثر ما الإنسان تأثر وتجاوب معها بشكل فعال أكثر. فكلاهما يعني مؤثر حقيقة. إنزين ليش ما نلاحظ يعني هنا مثلا لما الشخص أو المدرب يعكس قصة فهو أكيد يعكس موديل او قدوه. زين لاحظ انهم دائما يركزوا على فكره اللي هي اللي مثلا يقول لك ستيف جوبز كيف كان، بيل جيتس كيف كان. يعني نحن لما نسمع ستيف جوبز نحسه كانه اسطوره، كانه شخصيه خياليه، لان الشيء اللي سواه يعني مليارات والى اخره. ليش ما يركزوا على الشخصيات اللي نقدر نقولها مثلا محليه؟ يعني في اشخاص عندهم الهام، نقول مثلا عمانيين او عرب، ممكن نعرضهم كتجارب. هو انا اشوف من وجهه نظري انا احس ما في اي شيء غلط. يعني ان نذكر ايضا الامثله العالميه في يعني نقلات واحداث تاريخيه الناس سببوها من عوالم اخرى، ولكن ايضا تقع المسؤوليه على المدرب انه ينتقي. ايضا ممكن يخلط، يعني حتى عندنا احنا قصص الانبياء نفس الشيء ممكن تدرج في هذه العلوم العصريه الحديثه وتكون جدا مؤثره، هم يعني الانبياء ايضا بشر يعني مثلنا. فأتوقع هذا شيء يعني فروقات فردية، ممكن الإنسان هو ينوع يتخذ أمثلة عالمية وأمثلة محلية. فبالعكس مثل ما تقول أن الأمثلة المحلية هي منا وفينا، تكون أقرب تلامسنا أكثر. أيوه. فجميل أيضا أنه الإنسان نفس الشيء يعني يذكر، وما شاء الله عندنا شباب ملهمين كثير ومن أولهم أنتم، يعني ما شاء الله نحن نتعلم منكم. لا ما شاء الله عليكم. إنزين ليش أنا ذكرت هذا الموضوع اللي هو فكرة الشخصيات المحلية؟ أذكر أنه في كان عندنا اللي هو جيم هناك عندنا في السويق. لما متعود لما ندخل اي جيم نشوف دائما ابطال عالميين في صورهم في كل مكان، بس هذا الجيم بالتحديد كل الابطال اللي فيه عمانيين. حتى ممكن البطل اللي تشوفه في لوحه اللي الجيم تحصل يدرب جنبك، فالموضوع انه يعطيك تاثير انك انت تقدر توصل كمان. بس لما تشوف شخص عالمي وعنده مثلا مستر اولمبيا 7 مرات نوعا ما الموضوع يكون حس انه بعيد ومن عالم ثاني. أيوة وبيئة أيوة اخرى. فعلا دائما الامن مثال، كل ما يكون اقرب من واقعنا ومن بيئتنا كل ما تكون تأثير اشد. ايوه بالضبط يكون التأثير اشد. انزين بننتقل الى موضوع ثاني اللي هو مستويات التدريب، او نقدر نقول اللي ما اعرف هل هي مستويات او انواع، اللي هو ما بين مادي وفكري وشعوري، والمستوى اللي تو جالس ينتشر اللي هو مستوى الطاقة. وإيش الفروقات بينهن؟ هي مش مستويات، هذه أنواع ممكن نقولها. لأن بحر يعني التنمية الذاتية بحر واسع، فممكن تقول يعني في علمي بحث من مادة علمية ومنهج يعني معين، في نوعية العلاج بالطاقة وفي أنواع يعني أخرى كثيرة. فأنا حقيقة يعني شخصيا أحب الأكثر يعني واقعية ومنطقية، فإذا الشيء بسيط بدون تعقيدات أتقبله بعمق. كل واحد في الإنسان يعني كل إنسان عنده قناعاته المختلفة، فما ننكر أيضا يعني مثلا إذا تدرجنا إلى موضوع الطاقة الحيوية، الكثير من الناس تثبت وجودها والجزء الآخر يعني ينكر وجودها ويعتبره أيضا أحيانا نوع من الكفريات. أنا أتوقع أن الطاقة هي الطاقة الروحية، الطاقة عندما نرقي شخص ونضع يدنا على مكان يعني الرقية، إيش هذا؟ هذه طاقة، هو شيء يحدث أثر ولكن لا نرى بالعين المجردة. الحسد والعين، إيش العين؟ نحن لما نحسد أو نعين شخص هل نشوف ليزر يطلع من العين أو شيء؟ لا ما نشوفه، بس يأثر وموجود وحقيقة واقع. فالطاقة أتوقع أنها تكون طاقة روحية يعني، هذه الأكثر هو منطقية. أوكي كذا بننتقل للمحور، بس في محور هنا ثاني مهم بنرجع له اللي هو موضوع الطاقة، خصوصا الفترة الماضية ونقدر نقول العقدين الأخيرين، اللي هي فكرة قانون الجذب. قانون العكس، Law of Averages، يعني قوانين كذا كثيرة.
أنا شخصيا بحثت عنها للعلم ما أثبتها بنسبة 100%. إنزين، لكن ونفس ما قلت في أشخاص يؤمنوا لأن شافوا تجارب، وفي أشخاص ينكروا هذا الشيء. فهل هذه نقدر نستخدمها كوسيلة أساسية في التدريب وفي التنمية البشرية؟ أنا حقيقة يعني كثير خضت في هذا العلم وكثير درست فيه، واللي استخلصته يعني من تجربة شخصية أنا أذكر لا أعمم يعني، تقانون الجذب هو حديث مختصر، حديث القدسي اللي هو أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن كان خيرا وإلى ما آخره. يعني إذا تؤمن إن في خير في الحياة تجذب أكثر أحداث، فتوقع هذه من يعني من خلق الله سبحانه وتعالى أن وجد هذه القوانين، ادعوني أستجب لكم، فلكل مجتهد أيضا نصيب في الحياة. فمثل ما تشوف هذه القوانين من عدل الله سبحانه وتعالى، فالإنسان اللي يتفائل سواء كان يعني من ديانة أخرى أو مسلم يجد الخير، المجتهد اللي يتفائل اللي يعمل يجد الخير. أكيد. فهذه قوانين أتوقع أنها من عدل الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض، إن فعلا وهي تبقى يعني غير مثبتة 100% ولكنها موجودة. بالضبط بالضبط، لأن في أشخاص يقول لك أنا لمست تجربة ويعطيك تجربته ويعطيك قصص، أن مثلا يعني من القصص أنا ذكرت اللي قريتها في كتاب The Secret السر، أن في امرأة كانت تستخدم النظارة، بس هي ركزت أنها هي مثلا ما تريد تستخدم النظارة، فنوعا ما تحسن نظرها. هذه أكثر مش قانون جذب، هذه أكثر على قوة العقل اللاواعي، إنه يحصل أحيانا استشفاء ذاتي من الإنسان بسبب قوة إيمانه واستعداده يعني للتشافي. فكثير من المواقف يعني في قصة من القصص كان أعتقد شفتها في يوتيوب، إن امرأة جات سيارة ودهست بنتها، ما تعرف القوة اللي جات إن رفعت السيارة بإيدها. فكانوا جابوها في برنامج وثائقي تحكي تجربتها، تقول ما أعرف من وين جاتني هذه القوة. فأتوقع في خوارق في العقل اللاواعي أيضا ممكن أنها تحدث هذه المجاعة. أيوة، في مواقف كذا معينة. إنزين، أوكي، بنرجع للمحور اللي ذكرته قبل شوية اللي هو التدريب وبيع الوهم. دائما حصل إنه يعني حتى يعني الصورة العامة والفكرة العامة إنه مدرب تنمية بشرية أكيد جاي يبيع كلام أو يبيع حكي، يعني يبيع وهم. فحتى مثلا في اشخاص يحضر لك مثلا دوره دورتين ثلاث ورشه ورشتين ثلاث، بعدين يقول كلهم ما منهم فايده. فاكيد ان هذه الفكره يعني يلها مسببات، ما طلعت كذا عبث. فوين انا اتوقع هذه الفكره متشعبه في كثير من الافرع، يعني فيها كثير من التفرعات. فاولا دائما على المتلقي انه يسال هل هذا المتدرب اللي انا راح احضر له معتمد، لان في جهات مختصه هي مسؤوله عن اعتماد المدربين. ففي مدربين غير معتمدين ولكن يمارسوها كتجارة، أحيانا يمارسوها كمهنة ويكونوا غير معتمدين لأن شهادتهم جدا ضعيفة. فأيضا سمعة الشخص قبل لا يحضر، هل هذا إيش الناس اللي حضروا له، إيش يعني وجهة نظرهم اتجاهها. كذلك أحيانا يعني ألوم بعض المدربين إن فعلا اتخذوها كتجارهم بعدهم ما جاهزين، قد يكونوا يعني مستعجلين يرون يعني الموضوع من نظرة إن هذا مصدر للدخل. هو ما عيب يكون مصدر للدخل، ولكن أيضا هذه أمانة، مثل الدكتور اللي بيروح يسوي عملية وشهادته مزورة مثلا أو ضعيفة، إيش بيصير في المريض؟ يعني بيزيد الطين بلة. ونفس الشيء هذا التدريب، يعني النفس الإنسانية جدا حساسة، ممكن إن هذه العلوم تدمر النفس بدل لا تعالجها بسبب أداء المدرب. أيوة. فبالعكس يعني أنا أشوف في جهات مختصة مشرفة على المدربين، الإنسان يعني أيضا ما يعمم ويلوم الجميع. أكيد. لأن في حرام أن نظلم في علماء عندهم علم، يعني بالعكس المفروض أن احنا نركض وراهم نستقي منهم يعني. فهل يصح أن احنا نعمم ونقول أن هذيلا بائعين وهم؟ ما يصح يعني. يعني هل المفترض أن تكون في جهة رقابية على هذا الشيء؟ هو في أوريدي يعني حسب علمي يعني في جهات حكومية مختصة أن هي تراقب في أن هي تنظم هذه العملية. نعم نعم، وما يصير أصلا يمنع أن الإنسان يسوي برامج تدريبية معتمدة وهي أصلا ما معتمدة من الجهة المختصة يعني. ممتاز ممتاز ممتاز. إذن هذا ممكن يقودنا لفكرة اللي هي الغش اللي يصير في التدريب. تقريبا هي ما أريد نكرر، بس تقريبا هي نفس الفكرة اللي تكلمنا عنها. وأيضا المتلقي في نقطة مهمة. المتلقي الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ففي بعض المتلقين هم ظالمين نفسهم، يعني كل ما يروحوا دورة ما يروحوا عشان يستفيدوا، فيصير عندهم نوع من البلوك في عقلهم، بيركزوا على الجزء الفارغ من الكأس.
بينتقدوا وبيشغلوا عقلهم ايش الزلات اللي قالها المدرب. وهو اصلا حاط في بال ان انا بطلع من هنا وانا ما فاهم ولا ان مستفيد، لانه اصلا في قناعه في داخله انه كل هذا بيع وهم وكلام فاضي. فافضل ان اذا انت ما كنت مستعد لا تروح لا تضيع وقتك. بالضبط بالضبط بالضبط. لان يعني هذه من المواقف اللي دائما نسمعها تتكرر. صحيح واقعيه. ان ايوه ان شخص بيحضر ورشات كثيره بتجي هذه الحاله الشعوريه انه هو مستعد انه يتغير ويكتب اهدافه في الورشه، بس مجرد ما يطلع ما كان. تعرف ايش احيانا سبب من الاسباب؟ في خوف لا واعي عندهم من التغيير. كيف يعني؟ يصير عندهم ذعر داخلي ان انا اذا غيرت هذه دائره ارتياحي، انا هذا السيستم اللي انا تعودت عليه كيف اتغير شخص ثاني؟ هم ما دارين ان هذا خوف اصلا في داخلهم. ما عندهم جرأة ان هم يعيشوا حياه ثانيه، فبسبب قناعاتهم الداخلية واللي اعتادوا عليه يبقوا في داخل دائرة ما يرضوا يخرجوا منها بسبب خوف أو رعب من القادم. إذا أنا تغيرت إيش اللي يصير؟ إذا يعني من المجهول نوعا ما، خوف من المجهول. وش علاج هذا؟ يتحلل الإنسان بالجرأة، يرفع مستوى استعداده أن أنا بتغير. الحديث الداخلي كل ما جاءت هذه النوبات الداخلية من الخوف والذعر والحديث السلبي يكون أكثر وعي، بالتالي يشجع نفسه. بالعكس ما يعني I have nothing to lose، أنا بروح وبحضر وبشوف وبعطي نفسي فرصة. يبدأ يقرأ، يبدأ يبحث، يعني هذا الاستعداد القوي حسب يعني قوة استعداده. جميل جميل. أنا ممكن تحضر للمحاور تذكرت موقف اللي هو لتوني روبنز، طبعا هذا نقدر نقول أسطورة أسطورة التحفيز والتطوير. في مشهد كان مع أوبرا وينفري لما حطوا الجمر، أتوقع برنامج شيء كذا. في أشخاص طبعا كونهم شخصيات مؤثرة أكيد بيقلدوهم وراح يقلدوهم شلوهم المستشفى. ف يعني هل ممكن أن هو، ما أريد أقول أنه غلط كثر ما أنه، هل هو شيء خارق يكون لازم يكون محصور في شخصيات معينة وما يخلوه يأثر على الناس ولا كيف؟ أنا بأمانة مثل ما قلت في بداية كلامي إن أنا أحب العلم اللي يكون يعني بسيط ومباشر ومؤثر، يلقى نتيجة مؤثرة وسريعة، هذا الشيء الواضح والمنطقي. هذا مثل ما قلت قد يكون من خوارق العقل اللاواعي، استعداد اللاواعي. هذا في مراحل في العقل، في درجات. فإذا قدرنا أن نوصل لمرحلة نوعا ما تخدير للجسد للحاسة اللمس، قد يحصل هالشيء إن نحن ما نشعر باللي يصير حوالينا. فنوع هذا قد يكون من التنويم بالإيحاء. أوكي. ففي العقل في ليفلز يعني درجات. فإذا وصل لمرحلة معينة استطاع أن الإنسان يوصل لها، وما كل حد يقدر يوصل. ليش؟ لأن بعضهم يكون عقلهم اللاواعي نشيط، الواعي نشيط جدا، يحلل ويفكر و فكل ما تكون أنت أكثر حضور أكثر وعي، يعني اللاواعي يكون أكثر ركود. أوكي. ما يعمل كثير، ما يستجيب للجسد. في 2016 كان عندك مقال في صحيفة الخليج بعنوان اللي هو التحفيز ليس وهما. وش المقصد؟ والله لأن في ناس كثير مثل ما تقول إن هم ينكروا وجود التحفيز، إن التحفيز يبيعوا كلام، وإن هو وهم، وإن الحياة مخلوقين فيها عشان إحنا نتعذب ونعاني ونبتلى. نعم في صحيح الحياة بين مد وجزر، بين أيام جميلة وأيام يعني مثل ما يقولوا حزينة قد تكون، ولكن هي رسالة، هي رسالة ومحنة. نحن لازم إن نحن يعني نتخطها بأجمل ما يستطيع وبجودة عالية. إذن معناته أن التحفيز ما وهم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول بشروا ولا تنفروا. إيش هذا؟ ما ممنوع من التحفيز؟ قد تجلس مع شخص يدمر كيانك كله، تطلع من عنده يعني تكاره الحياة ومحبط من كل شيء، وقد تجلس مع شخص آخر يبني لك أحلام وردية تطلع من عندك كأنك بتطير خلاص. إيش هذا؟ هذا نوع أيضا من التحفيز. إنزين هنا بيقودنا للنقطة اللي هي الإيجابية. الإيجابية أنا أشوفها جالسة تصير نوعين، اللي هي المثالية. صحيح. اللي يجي المدرب أو الشخص هذا المحفز يوضح لك أن الحياة بستان من الورود، النجاح ورد، هي الإيجابية المثالية الأوفر. وفي الإيجابية اللي هي الواقعية. صحيح. أن لازم تتحفز ولازم الـ يعني تستمر، وفي نفس الوقت تعرف أن الحياة فيها مشاكل، المطبات فيها نوع من الواقعية. صحيح. إنزين ليش اللي أحس أن
كمية كبيرة خصوصا بعد فترة اللي هي الانستجرام، مقاطع الانستجرام بيطلعوا المدربين يتكلموا بالإيجابية المثالية. هل الناس يحبوا ذا الشيء وهم يسويوا حالهم ولا كيف بالضبط؟ والله الإيجابية يعني مثل ما تقول أحيانا صار مفهوم مغلوط أن الدنيا وردية وأن افرح حتى لو حزين اضحك غصبا عنك. لا طبعا أنا ضد هذا الشيء يعني بشدة. الإيجابية وأنا كنت أفكر فعلاً ترى الإيجابية إن بداية يعني دراستي للأمور كنت أفكر إن فعلاً الإيجابية إنك تعيش سعيد مهما تكون ظروفك تعيسة وسيئة وتمر بأحداث. فأنا من تجربة شخصية ما كنت أستطيع إني أكون سعيدة وأنا أصلاً حزينة، أنا عندي مشكلة لازم أحلها ولازم أركز عليها. بالعكس كل ما كبرت وعقلت وفهمت الدنيا أكثر صرت يعني هذا طبعا قبل لا أكون مدربة، أنا عمري ما دربت حد وقلت لا إن الدنيا وردية، لا بالعكس أقولهم دائما خذوا أحداث الماضي دروس للمستقبل وركزوا في لحظتكم الراهنة عشان تصنعوا مستقبل جميل ورائع. نحن عندنا محن وعندنا مشكلات نعم، ولكن يجب أن لا نخضع لها، يجب أن نبحث عن الحلول ونطور من نفسنا بشتى المجالات عشان نتعدى أزماتنا يعني. ممتاز ممتاز. هل الجمهور طبعا يحب يسمع قصص، هل في قصص يعني الناس تأثروا بعد الدورات اللي تقدميها أو بعد قروا مثلا واحد من الكتب؟ بعدين بنتكلم عن الكتب اللي كتبتيها، هل في قصص كذا مؤثرة؟ الحمد لله يعني كقصة مؤثرة ما عندي تفاصيل مثال، لكن كثير يعني يرسلوا لي إن أنا كنت ولكن الآن أصبحت كذا، فحتى أنا حاطة عندي في الإنستغرام صفحتي في GTI سموها IGTV حاطة هنا كل الفيدباك اللي يرسلوا لي، لأن فعلا يعني أفرح في داخلي أني أنا فعلا استطعت، لأن هم ما مضطرين يجاملوني أساسا، لا أعرفهم ولا يعرفوني، مجرد ما قرأوا الكتاب شافوا اسم حسابي آخر الكتاب تواصلوا معي عشان يشكروني من جميع مختلف يعني العالم الدول العربية. فالحمد لله هذه بحد ذاتها اعتبرنا رسالتي جالسة فعلا توصل، وهذا بحد ذاته تحفيز إن لما تشوف الأثر جالس ينتشر، خصوصا لما تشوف إن بيوت كانت على خلاص يعني شفا حفرة من نار، كانت بتتهدم، أسرة بتتشتت، ليش؟ لأن ما هو فاهم نفسه ولا هي فاهمة نفسها. فبسبب شخص واحد منهم واعي واشتغل على نفسه وقرأ كتب وحضر محاضرة التمت هذه الأسرة من جديد. شوف أحيان غلطات بسيطة جدا أو نقص بسيط جدا يحتاج منا نحن فقط نبادر. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. كونك تكلمت عن الانستغرام وعن عن حساب الانستغرام ما له علاقه، بس بنسحب المحور بنسحب المحور ترى انا ما قصدي اسوق جات كذا عفويه. لا نحن كذا ولا كذا، ترى نحط الحسابات بنحط الحسابات ضروري نحط حسابات الضيف زين. لا شرف لنا الوقت اللي تو نشوف فيه انه معظم الشباب واجد مركزين عليه هو السوشيال ميديا، بعضهم انه وصل خلاص مرحلة الادمان، حتى هو يقول انه ما مدمن، تستخدم السوشيال ميديا او التلفون 6 ساعات في اليوم انت خلاص مدمن. ومن كل مختلف الاعمار يعني تحصل شيوبة وصغار واطفال ومراهقين وشباب كلهم. بالضبط. الشيء اللي قاعد يصير انه اوكي السوشيال ميديا فيها اللي هو الجانب الايجابي هذا انه في تاثير، انه حتى لو الشخص ما قرأ الكتاب ممكن يعرف الكتاب عن طريق حساباته. صحيح. ممكن مثلا يشوف فيديو لقاء ويتحفز. في الجانب الثاني الشيء اللي جالس يصير تو انه يعني نحن كاشخاص كل حد تقريبا ما بيحط لحظات سيئه في حياته، فهو بيحط في حسابه اللحظات اللي هي انجازاته، قد تكون ثواني معدوده من يومه الكامل يعني. ايوه بالضبط. اللحظات السعيده، هو مع اهله، هو فرحان، هو مع ذكريم، فهذا يخلق نوعا ما اوكي هو تحفيز، بس ممكن للبعض يكون تحبيط انه هو يشوف قارن حياته. ايوه بالضبط. كيف ممكن الشخص يوازن أو يتخلص من هذا الأثر السلبي؟ أنا أعتقد أن دورنا الأساسي نحن سواء كان كمؤسسات أو أفراد أن نوعي اللي حوالينا إذا كنا نحن واعين. فالإنسان لازم يفهم أن هذه الحياة وهمية، نحن في مجتمع وهمي يعني مش واقعي 100%، افتراضي مثل ما يسموه، هذا عالم افتراضي. عمر ما كان المظهر والصور اللي يصوروها واللحظات السعيدة مقياس لسعادة الفرد، قد يكون نعم ولكن قد يكون أيضا لا. أحيانا شخص مكتئب ولكن اللي يعكسه هو لحظات سعيدة ومميزة وهو كأنه في الجنة، اللي يشوف يعني ما يعرف الخبايا اللي داخل. يعني حقيقة إذا نقيس مستوى سعادة شخص بالصور اللي نشوفها فهذا تفكير مغلوط جدا يعني. جدا جدا جدا. المشكلة إن هذا هو الشيء اللي جالس يصير، إنه يعني يشوفوا حسابات الأشخاص على بالهم إنه يعني كذا شخص مثلاً على بالهم إنه مثلاً هو سوى تكريم أو هذا، على بالهم إنه طول حياته
ذيك الفترة من النجاح ما يعرفون أن الحياة ممكن تصفع طبعاً في الواقع، وهذا واقع الدنيا يعني. نمر في معاناة حتى نصل إلى يعني مستوى مثالي، أو أثر أن المثالية يعني ضد المثالية، ولكن يحسد عليه أو أن الناس تغبط على ما هو عليه. ومعظم الناجحين في الحياة يعني مروا بمراحل زادت من وعيهم بسبب التجارب اللي مروا فيها، قد تكون تجارب يعني مؤلمة، وقد تكون يعني فيها كمية كبيرة من الكفاح حتى وصلوا إلى ما هو عليه، وبين قوسين قد، لأن في بعضهم يعني ينتقلوا إلى قفزات يعني، وهذا أيضا موجود بالضبط في حالات استثنائية يعني. صحيح. بننتقل للمؤلفات والكتب. يعني أنا كنت اللي كنت أعرف إن كتابين، بس اكتشفت إن لا في ثلاث كتب. نعم. إنزين، اللي هو الكتاب الأول اللي هو نحو جمال الروح. ليش الروح تحديدا؟ الروح أنا بالنسبة لي الروح هي الوقود الداخلي، المحرك الأساسي اللي يحرك الإنسان. إذا صلحت الروح الداخلية ينعكس في حياة الفرد. فنحن بدون روح أساسا إيش؟ أجسادنا ما تتحرك. فالروح هي حلقة الوصل الأساسية بين الإنسان وربه، وهي نفخة من الله سبحانه وتعالى. فهذا الروح شيء يعني مقدس بالنسبة لي، وهي حقيقة شيء مقدس يعني. لها خوارقها ولها قوتها، إذا استطعنا أن نحن نحافظ عليها ونغذيها كل ما كنا أشخاص ثابتين أكثر على هذه الأرض. إنزين، هل في مستويات لأن الروح ترتقي ولا؟ ترتقي الروح يعني بقوة استعداد الإنسان بالممارسات اليومية اللي يمارسها، من خلال الأذكار أوراده، من خلال قراءة القرآن وفهمه وتدبره، وأيضا من خلال يعني كل الأخلاقيات اللي ترقي يعني ترتقي بالإنسان. الشيء اللي جالسين نلاحظه يعني أنا شدني وايد اللي هو جمال الروح في الوقت اللي نحنا نقدر نقول جالسين نعيش في وقت زمن المظاهر. صحيح. أن الناس جالسين ينفقوا آلاف أو مئات الريالات على الجمال الخارجي. صحيح. خصوصا تو جالسين ندخل في حقبة اللي هي العمليات التجميل. صحيح. ففي الوقت اللي هو المفترض فيه انه يستثمر بنقول مبلغ بسيط جدا في انه يغذي روحه. صحيح. كمثلا ياخذ كتاب او مثلا ما عاد لها قيمة كثير يعني. أيوة. أولوية. أيوة. ف يعني هل اوكي الجمال الخارجي مهم؟ صحيح طبعا، لأن زمن المظاهر، لكن في نفس الوقت لازم يكون فيه هي ان الانسان يعني يحب زمن المظاهر وغيره، ان الله جميل يحب الجمال. المسلم يحب يكون ثوبه حسن ونعل الحسن ومظهره يكون جميل، ويعني والجمال له قبول من الناس. اكيد. لكن انه يصير هوس ووسواس ونبذل عليه ونصرف قيمنا ومبادئنا ونغير من اشكالنا ونضيع اموالنا هباء، يعني هل هذا شيء يعني اللي جالس يصير نوع من التخدير للعقول بسبب إيش؟ قوة الإعلام. قوة الإعلام، فاللاواعي عندنا نحن العقول اللاواعية تخزن 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 وتبدأ تصير يعني تعكس هالشيء، خصوصا إذا كان الإنسان غير واعي أساساً باللي يحصل حواليه، فيبدأ يشوف إنه هو مقاييس الجمال يعني عذراً الشفاه الممتلئة اللي صايرة الحين أشكال يعني بشكل مبالغ جداً. ليش؟ هل هذا جمال؟ فعلاً جمال؟ مبالغ. أم أنه هو تأثير، نشوف أمثلة فنبدأ نقلد نصير نفس أشكالهم، فنسوي نفس العمليات علشان نصير يعني صار كثير أشكال نسخ من بعضها صناعية يعني. أنا ما ضد التجميل في بعض الأوقات الحر، يعني إنسان يكون ثقته بنفسه قد تكون مهتزة بسبب فعلا في تشوهات يعني، هذا يعدل شوي أيوه، بس إن نحن صايرين يعني شباب صغار مقتبل العشرين سن الورد يعني وبنات جميلات، لا بسبب التأثير اللي يشوفوا في السوشيال ميديا والممثلات وغيرها، بعضهم طبعا ما أعمم يبدأوا يقلدوا، فتصير مقاييس الجمال مدروسة ولازم كلنا نتشابه ولازم نفس الملامح، يعني هذا شيء في خلل يعني في الوعي الجمعي مثلا. في نوع كبير من المبالغة. صحيح. يعني هذا حتى الشيء اللي هو إذا بنربط الموضوع بالإعلام، الشيء اللي جالس يسوي سناب شات أنه جالس يوظف الفلاتر بحيث أنه لازم العيون تكون كثيرة، الذقن منحوت. لا لا، بيني وبينك هذه نعمة. هذا هو جالس يخلق، أنا أحس أنه صحيح نوع من صرنا ما نتقبل أشكالنا بالكاميرا العادية. أيوة. نوع من الصورة النمطية. صحيح. يعني لدرجة أنت شفت مرة المرات اللي هو بوستر كذا لشخص بيستضيفوه، حاط في البوستر اللي هو فلتر السنور هذا ولا إيش. انت بعدين في الطبيعه تشوفه يعني هل هذا هو نفس الشخص ولا لا يعني ايوه، يعني هل بتصيف في سنور في الامسيه ولا ايش كذا الفكره. صحيح.
فالسناب شات يلعب دور قاسي خلق نوع من الثقافة. هي نعم الثورة التكنولوجية اللي جالسة تصير يعني لها يعني تأثير سواء أيوة. نحن بغينا ولا لا لابد أن نتأثر. أيوة زين نحن جالسين كنا أصلا نتكلم عن الموضوع الكتاب بس نحن بعيد صحيح. الكتاب الثاني اللي هو لأنك تستحق من اسمه واضح أنه تحفيزي. نعم وش طبعا لأنك تستحق هو الكتاب الأقرب إلى قلبي يعني لأنه فعلا كان فيه خلاصة نقلتي من الناحية النفسية وجودة حياتي كانت من حياة عشوائية نوعا ما إلى حياة منظمة وصرت أفهم إيش يعني إيش احتياجاتنا نحن أساسا فهي نوعا ما مثل النصيحة وتحتها الشرح إن مثلا تكلمت عن البكور عن الصحة الجسدية وأهمية التمارين بعض التمارين يعني اللي تساعد في الاستشفاء النفسي. جميل جميل. فنفس هذا الكتاب يعني عملي جدا وفي نصائح مختصرة وزبدة ثقيلة يعني. إنزين السوشيال ميديا هل تتوقع إنها هي سبب في تسويق الكتب نوعا ما بصورة أفضل ولا لأن مثلا الكتاب اللي هو نحو جمال الروح أصدرته في 2012 هذه الفترة هي كانت بداية السوشيال ميديا بس ميمونة ظهرت نقدر نقولها 2014-15 مع ثورة هذه السوشيال ميديا فبدأت اللي هي عملية التسويق للكتب بدأت الناس تعرف الكتب يعني أنا شخصيا لما بغيت أعرف عن الكتب دخلت حساب الانستغرام فقرأت الفيدباك وقرأت هذا ف هل هي أصلاً نية مسبقة أو خطة مسبقة ليش دخل السوشيال ميديا ولا كيف بالضبط؟ في أول كتاب لا ما كان يعني عندي أي ميول في السوشيال ميديا ولكن هو فقط كان خلاصة يعني زبدة لمجموعة من الكتب مجموعة كبيرة قرأتها من الكتب فوجدت نفسي أن عندي مخزون فقلت أنا ليش ما أفيد يعني الناس بالمخزون اللي أنا أعطيته بطريقة عصرية أنه ما يكون الكتاب جداً دسم يكون بالعكس خفيف وأي شخص يعني غير قارئ يقدر يقرأ ويأخذ الزبدة ويستفيد. جميل. والحين خصوصا الناس ما تحب الموسوعات أو الكتب الكبيرة فهو عبارة عن تقريبا 100 وشي صفحة في يعني الزبدة أو خلاصة من العلم اللي أنا استفدته وأنا حقيقة يعني أحب أني أنصح جميع الشباب أو الشابات القراء أو كل الناس أصلا يعني العلم ما محكور بشباب ولكن كونهم هم يعني الأكثر عطاء وأكثر قوة في المجتمع فما دام نحن نقرأ ونكتب فليش ما نألف بالعكس يعني الناس يتوقعوا أن التأليف هو شيء معقد وصعب بقدر ما تقرأ ويكون عندك مخزون ومرجع خلاص أنت تكون جاهز للتأليف جميل. فالتأليف يعني حقيقة شيء جميل وبعدين ثروة يعني تبقى وهي صدقة أيضا جارية فأتمنى أن يعني مجموعة كذا من الشباب النخب اللي يحبوا القراءة يفكروا فعلا بهذه الفكرة خصوصا أن الفكرة القراءة أو ثقافة القراءة أنا كنت ماخذ فكرة مغلوطة أن الشباب العماني ما يقرأوا لكن بعدين اكتشفت أنه لا ترى في شباب يقرأوا بعد لغات مختلفة ما فقط باللغة العربية وهذه من إيجابيات أيضا السوشيال ميديا نحن ما ننكر فعلا أحيانا التسويق الكثير في السوشيال ميديا لا يقيس مستوى الحقيقي لجودة الكتاب ولكن أيضا قد يكون نعم مؤثر شديد للناس فإذا كان فعلاً الشخص عنده يعني كفاءة وعنده مخزون ويسوق عبر السوشيال ميديا فهذا أبداً ما غلط لأن هذه لغة العصر شئنا أما بين هذه لغة العصر صحيح. الجديدة فجعلك العالم يعني منغلق على بعضه هو بسرعة الانتشار والتأثير فبالعكس بدل ما الناس تتابع يعني نماذج غير كفؤ قد تكون الأفضل أن يتابعوا طيب إيش البديل؟ إنه يتابعوا ناس كفو ناس عندها مخزون من الثقافة مخزون من التأثير ناس عندها يعني فعلا محتوى مثل ما يقولوا محتوى إلكتروني مؤثر إيجابا في الشباب بالضبط لأن في الوقت اللي تظهر فيه اللي نقدر نقول نماذج السلبية صح. لازم يكون في ردة فعل اللي هي نماذج إيجابية نعم تغطي عليه أيوة لأن يعني أحس أن المثقفين ما أريد أقول يتغليوا لكن نوعا ما نوعا ما نقول أنا لا أنك عشان تألف كتاب لازم تكون مثلا واصل لمرحلة أنك قاري 600 كتاب صحيح. بعدين تقدر تطلع بكتابك الخاص فأنت كذا جالس نوعا ما تهضم اللي هو العلم اللي عندك صحيح زين نرجع بنعرج نوعا ما على اللي هو موضوع التسويق ألاحظ أنه حتى أمس كنت جالس مع صاحبي كان يتكلم عن أحد أصحاب النكتبات هنا
لما راح يريد ياخذ كتب للمكتبه ماله الباعه في المكتبه ما كان يتكلم عن المحتوى، ما كان يتكلم عن اللي هو عن الكتاب، كان يتكلم عن عدد المتابعين للكاتب نفسه. ف وفي نفس الوقت اصلا حتى تم لاحظ انه وهذا هذا سؤال اريد اسالك اياه، اللي هو الكتاب يحطوا صورهم خصوصا اللي عندهم اللي في السوشيال ميديا يحط صورته في الغلاف في الغلاف والعنوان شويه تحت، المفروض انك تحط العنوان. فانت ثلاث كتب ولا كتاب حاطه فيه صورتك، زين، بالرغم انه لو حطيت الصوره ممكن ان ترى يكون عدد مبيعات اكبر. ايوه عدد مبيعات اكبر. فويش وجهه نظرك في الموضوع، او هل هو في تحفظ؟ لا ما في تحفظ، ليش؟ لا بالعكس، يعني انا شخصيا انا ضد اني احط، اولا لاني امراه فما يحتاج ان صورتي تكون في مكتبه كل بيت وطاوله كل بيت، يعني هذا في نوع من التحفظ. ثانيا انا ايش يهمني اكثر؟ المحتوى اللي في الكتاب انه يكون مؤثر ويصل الى الفرد، ما اشوف له داعي. يعني انا اقدر ان انا ابرز العمل من جهتي عبر السوشيال ميديا، ان هذا الكتاب يخصني انا، بس ان انا احط صورتي فكره غير مريحه بالنسبه لي يعني شخصيا. يعني الموضوع شخصي، ما قد يكون ايوه شخصي. لان ما انا ما ضد ان الانسان اذا كان معروف وكفاءه، ما هو اصلا يعني يشتغل في مجال معين فجاه سوى كتاب وحط صورته، هذا اعتبره نوع من الاستغلال يعني لثقه الجمهور اللي يتابعه، اذا خصوصا اذا كان المحتوى ضعيف اصلا وغير مستعد الشخص. اما ان الشخص مثلا مدرب معروف مشهور، انا عن نفسي كم مره اشتري كتاب بسبب صوره شخص ان هذا معروف ترى مدرب وانا اثق فيه وهذا عمل كتاب جديد واروح اخذه. واحيانا يكون هو اساسا ما حاط صورته، بس دار النشر هم يحطوا له صورته عشان من بعيد انه يكون ملفت اكثر. جدا جدا جدا، وصل دور النشر يعني هدفها المبيعات. نعم، ولها يعني ثقافتها ايضا يعني. اكيد 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 اكيد. زين، الكتاب الثالث واللي هو احدث كتاب، هذا العنوان انا جلست احاول احلله لكن ما وصلت لي فكره واضحه. عطر ورده وكتاب. وكتاب هذا له حكايه. العنوان اوكي، كان ابني الله يحفظه محمد الحين عمره 8 سنين، بس كان وقتها اتوقع 5 4 سنين. فانا سالته بكل عفويه، قل ايش تهديني في يوم عيد ميلادي؟ هو ما شاء الله يعني رد عليه بسرعه، عطر ورده وكتاب. اوكي، انا يعني ما اعرف، لامسني كثير هذا الكلمات الثلاث، لان فعلا الطفل يعني ما يتكلم هباء ويخزن ويرصد، فهو وجد ان هذه الاشياء كثير تاثر في امه تاثير ايجابي. وانا مهتمه جدا فعلا بالعطور والكتب والورود، كثير احب يعني، فسبحان الله رصدها في داخله وعكسها. وهي لأي إنسان، مين ما يحب العطر ومين ما يحب الورد ومين ما يحب الرمل، كان يعني 4 سنوات. أي ما شاء الله، ما شاء الله. فخليتها وناسب الكتاب، لأن الكتاب هذا مش ما اعتبره كتاب يعني. وش فكرته؟ هو فكرته بغيته يكون يعني محتوى عصري يناسب يعني الثقافة الجديدة اللي دارجة الحين. صار النظام البطاقات، الناس ما كثير تحب تقرأ من الكتب وغيرها، لأنه يتلقوا كثير من المعلومات والضغوط أصلاً من الواتساب وغيره، فما كثير يحبوا الكتب الكثيفة. أوكي. فإيش هذه فكرة الكتاب؟ إنه كل يوم كان يجيني يعني نوع من الهدوء والاسترخاء والإلهام، كنت أكتب فقط فقرة واحدة وأتركها، فقط فقرة واحدة، موضوع واحد عبارة عن نصيحة. فجمعتهم مع الوقت كلهم وجبتهم في كتيب يعني صغير حتى مربع، والجهة المقابل كل فقرة تعاقدت مع المصورين بتعاون منهم الشباب العمانيين المحترفين، فكان في صور رائعة جمعتها منهم. أوكي. فهذا الكتاب صار كتاب مثل ما يقولوا يعني كوفي تيبل بوك، تخلي كده تشرب قهوتك، ما يحتاج تقرأ باسترسال، تفتح أي صفحة تقرأ منها، يعطيك إلهام ليومك، تبدأ فيه يومك تتأمل الصورة. جميل جميل. نعم. ورابط العنوان فيه؟ رابط العنوان هو مثل ما قلت لك، هو كتاب تأملي نوعا ما. ففي شيء من الترفيه يعني، فالعطر عادة يأثر في نفسنا. أيوة. الوردة تأثر في نفسنا. والكتاب ينمينا، فهو كان مخزون كذا يعني من العطر والوردة والكتاب في الصور، من ناحية الصور والحديث يعني المختصر. جميل جميل جميل. هذا يعني من الكتب اللي أنا إن شاء الله بقراها، لأن هذه الكتب حلوة لأنها تكون خفيفة، في نفس الوقت فيها نوع من التغذية البصرية والإلهام. يعني. الإلهام جد شيء جدا 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 مهم. تقريباً خلصنا المحاور، بس في فكرة جالسة تتردد في بالي قبل عن نختم، اللي هي في هذا الوقت نحصل إن القراء يتجهوا نوعاً ما لسالفة البي دي اف.
اوكي، لكن في نفس الوقت نحن لو جلسنا نركز على البي دي اف كون اسهل انك ممكن تقرا في لابتوبك في الايباد وحتى في التلفون، ممكن هذا ياثر على جوده صناعه الكتب. صحيح. لان الكاتب هذا لما يكتب اكيد هو ينتظر منه مردود، خصوصا لو كان متفرغ للكتابه. صحيح. فهل انت مع البي دي اف او ما بين ولا كيف؟ انا شخصيا ما احب البي دي اف لانه يبقى الكتروني ويضر النظر. اذا تبقى تقرا بالساعات في كتاب عن طريق عن جهاز الكتروني ما يكون صحي اساسا. وبعدين تاثير الكتاب الورقي ما اعرف، انا بالنسبه لي اعتبره شيء غير، يعني انك تلمس الكتاب، تتصفح ورقاته، تحتفظ بالكتاب في مكتبتك الخاصه، هذا بروحها يعني اعتبرها تغذيه روحيه. اكيد. فيبقى حسب المفاضله بين الاشخاص، يعني الاشخاص عمليين عصريين يحبوا ايضا، فما في مانع، بالعكس نخاطبهم باللغه اللي هم يحبوها يفترض يعني. ميمون الرهيبي، كانت بالنسبه لنا حلقه جدا مثريه جميله. كلمه اخيره لمتابعين جلسه كرك. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم جميعا، وانا حقيقه ايضا تشرفت بكم واسئلتك كانت جدا شيقه. واتمنى دائما من الشباب انهم ما يحبطوا وما يتبنوا ثقافه الغضب والياس، لان هذا من عمل الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذه من الغضب في قوله لا تغضب لا تغضب، عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليه. فالتفاؤل شيء جميل، ننمي نفسنا ونقوي استعدادنا لتقبل باذن الله الاحداث الجميله في الحياه ان شاء الله، وكل ما ننويه يتحقق باذن الله تعالى. باذن الله باذن الله. حسابات ضيفتنا راح تكون موجوده في صندوق الوصف. اذا عندكم اي استفسارات اي اسئله حطوها في مكان الكومنتات او حتى تتواصل معها. لايك شير سبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله على خير. مع السلامه. جلسة كرك حوار مشترك بين الشبل والهناء، يركز معنا واستفيد يا الحبيب. تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد. بودكاست بودكاست محمد الحناء.